لكم ان شاء الله. الله يجزاك في نهار السبت ان شاء الله. الله يوفقك. كفاك الله يبارك ان شاء الله. كفاك ساعه من نهار السبت الله يوفقك. إيه الله يوفقكم ويوفقنا ان شاء الله باذن الله انكم ان شاء الله. يعني لا تخش برايم وانت متوتر يا محمد. اهم شيء شو اسمه؟ والله انا والله اتوتر اني بعد عنك ما كنت مذاكر. والله صادق. وانت من المراجعه الاخيره هذه اللي قبل البرايم. إيه والله تضيع عليك كل شيء، تمسح ما كنت ذاكرت شيء. مجرب. والله. ما شاء الله. شوف يوم دخل المره الاولى وهو واثق وذا ويرجعني. دخل مرتين وتعلم الخطا وخذ الثالث اخذه هو اعلى نقاط. اخذ الاول. الحمد لله. عشان تعلم اخطائه. ورجعني الاول. صحيح. من البرايم. والله كان عيني تشوفني. وانا في البرايم. المهم الله يوفقكم. لا 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 ان شاء الله انكم في الله يحفظكم الله ييسر اموركم ان شاء الله. ان شاء الله من تفضل 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 طال عمرك. هذا لا وجيه البرايم. الله عايد امه. تكيف امه غير نظيف. ازين صار عايد ازين. انت عشان تركز معلومات براسك صح؟ لا بس كلها ارقام ملحوظه. دخول غير نظيف الى الان يمكن يسوي استشاء. حر علي تكفر الارقام. ها؟ ما ادري والله. متهايش متكيف. متهايش متكيف. خير هذا يمكن. يقول لك في الصين المشكلة هي خلونا هدف مو بهدف. وش خلونا شوف فرصه ثمينه. فرصه ثمينه. شوف الحين كاتب هو هنا تعمل الذاكره بنسبه 95 وورا كاتب بنسبه 90 الى 95. يعني لو قلت له كذا بيقول لي اختار واحده. شوف هنا هنا اللحظه الذاكره وش هي تعمل الذاكره يعني ذاكره الانسان تعمل على كم النسبه. تقول انت هو مكتوب بالاول من 90 الى 95 الثاني مكتوب من 90 الى 95. ها قل من 90 الى 95 عرفت هذه و5% الاخيره هذه اخفاقات. اعطيك سؤال غريب شوي احس انه بيجينا يا اخي. يقول لك الناس مع المشكلات لهم ثلاث مواقف مع المشكلات. على طول حليبي سعود خادم سعود حليبي او حليبي حليبي. يقال الناس مع المشكلات لهم ثلاث مواقف. طبعا هذا درس اسري. عندك مشكله بينك بين يعني اسره ما ادري ذكر النفي جحد اجحد إيه عرفت التضخيم اثنين ثلاثة الاعتدال. الاعتدال إيه؟ يعني انك تقدر تناقش ما تناقش يعني معروف. شفت لو قال لك انت لجت مشكله كيف تحلها؟ هل انت بتجاوب على طول بتجحد؟ في اول شيء باسلوب كذا فهمنا. لكن الاسلوب هذا العلمي هو التضخيم والاعتدال. اي يعني متضخيم قلت بالغ في الحسي ولا انك يعني عرفت انك تجحد جدا ولا لو قالها باسلوب هذا عرفنا. لكن هو جابها باسلوب السؤال تحس انه يا الله بالنسبه لي انا ماشي. فانا اسهل الفكره اشرحها جنبها بقلم صغير ان هذا قصدي كذا كذا. الله يوفقك. ابعد السماعات عنك يا احمد عشان ما يجيك كهرب. والله نفي نفي وتضخيم واعتدال أسباب المفشل في حل المشكلات. عدم اتباع منهج نزرفها كثافة عادية وخوف الشوق وقدر خوف كذا بين اثنين الخلف شباب إشارة ثانية في الأنف والرعاه. تدري وين المشكلة؟ مشكلة في الأسماء. أعطيك سؤال شباب جربون جربون. ما هي مصادر الخلافات الزوجية عادة؟ في مشاكل زوجية دائما هذه مشاكل تدور حول المنهجية الأربعة هذه. العصبية، اختلاف وجهة نظر، لا عدم تفاهم، رفع الصوت، الأم لا. الظاهر
يا سلام عليك. اول شيء ماليه، ماليه، مشاكل ماليه مثل التقصير والاسراف، الرواتب، الخادم، مشاكل هذه، تدخل اقارب، حلو، هذه اكثر مشاكل الزوجيه تصير، تدخل الاصدقاء والصديقات يخربون على ربعه او صديقاتها، التقصير في حقوق الزوج او الزوجه، يعني مثل قضايا سلوكيه، خروج من المنزل ما يرجع، فهي اربع. احس هذا انك نجينا يجي كذا، والله انك صادق. أعطيكم سؤال غريب جدا، عاطنا جدا، وما أعتقد أحد منكم بيجاوبه، لكن ما حد ركتبه يمكن. ما هو القانون الذي يسمى بالتبرع بالقلب ثم يشتاق الشخص لأهل القلب؟ يعني واحد تبرع القلب ثم قلبي يتذكر الناس اللي أعطوني قلبهم. قلب صناعي. إيه بس لها اسم قانون سمى بالإنجليزي. وش اسمه؟ براسايس. براسايس. إيه براسايس. القانون هذا جه حاطين القانون، واكتشفوا القانون هذا الخطأ. وانا بس مجرد ضجة اعلامية عشان بس يجيبوا ناس يعني يسوون شو عليها، وهذا مو صحيح.